نعطيها طرق السكان الحي انهم مرتبطين من هنا. القضيه بهذا السيد، القضيه بهذا السطن، بهذا الريزو، القضيه في الحاله هذا الشركات هنا. القضيه اننا حنا قمنا بجميع الاجراءات، اخبرنا المسؤولين، قمنا بمراسله في هذا الشان، اخبرنا الجميع، وهذه راه وقفه احتجاجيه اننا قمنا باشعار السيد الباشا. القضيه هذا الريزو هكذا كما يعرف الجميع ان جميع البحوث الطبيه تثبت على انه يضر بالسكان ساكنه بالسكن، وهذا السيد راه الصلاه داخل الساكنه وهذا السيد راه ارتكب جرمين. الجرم الاول انه قام مثلا انه اكثر من عنده اربع طبقات، انه قام بحجز مثلا الشمس على الساكنه، هذه الساكنه تعاني من الشمس. الجرم الثاني انه هذا انه قام باتفاق مع هذه الشركه باثبات هذا الشبكه، هذا الريزو، ولهذا جميع الساكنه انها تصدر هذا العمل، وحنا عندنا اكثر من 400 توقع، وكل الساكنه اننا حنا في امكانهم انهم يخرجوا للشارع، ولكن حنا اكتفينا بهذه العينه، وسنقوم مثلا مستقبلا ان شاء الله نقوم بوقفه كل وقفه حتى نتمنى من المسؤولين ان يستجيبوا لندائنا. هذا هو حتى جميع القضية أخرى أننا سنتجه إلى القضاء، أننا إحنا أولا إحنا نحافظ مثلا على ما كله هو السلبي، ولكن في النهاية نطالب بحقنا في حق هذه الساكنة أنها تعاني. أصبح دابا الآن السكينة تعاني بحيث أن هذا الريزو الشاب مثلا يسبب أمراض كثيرة، وكاين عندنا هنا شيوخ كبير في السن يعانون من أمراض كثيرة، كذلك القضية ديال الأطفال الصغار. ولهذا أننا هذه الساكنة أنها تفكر في ثلاث حلول. الحل الأول أن تهجر السكان المسكن ديالها، وهي ما يمكنش أننا نكون الناس أنهم يتوفرون على السكن أو لا يقومون ببيع العقار بواحد نصف الثمن. ولهذا نرجو من المسؤولين ونرجو كذلك من القضاء أن يقوم بإنصافنا.